تبدو العدسات مذهولة ويبدو الحضور أكثر ذهولاً. فاجعة أخرى أفاق عليها الوسط الصحفي اليمني، هذه المرة بخبر وفاة الصحفي محمد العبسي، خبر انتشر بسرعة فائقة كانتشار النار في الهشيم وحاز أكبر قدر من الاهتمام والتداول. لما لا، فالخبر يتعلق بأحد أهم الصحفيين الذين أسهموا في الكشف عن صفقات الفساد وشبكاته. على حين غرة فقدت الصحافة اليمنية ابنها الاستقصائي الأول، وها هي تبحث اليوم عن محمد آخر، لكن لا يبدو أنها ستجد ضالتها في القريب. فذلك الشاعر المرهف والمدون الأكثر إبهاراً رحل دون أن يستأذن بالرحيل. ملفات كثيرة أستطاع الغوص فيها، واقترنت كتاباته دوماً بالأرقام والصور والوثائق بعيداً عن التكهنات. بدأ مشواره الصحفي في صحيفة الثورة، وعرف كثيراً من خلال كشفه العديد من قضايا الفساد التي كان أشهرها صفقة بيع الغاز المسال لشركة توتال الفرنسية. الأخبار الأولية قالت إنه توفي بسكتة قلبية، لكن المفاجأة ظهرت بعد ذلك حينما صرحت مصادر مقربة من أسرته أنه توفي بالسم وليس كما تم تداوله، فتوقفت بعد ذلك مراسم الدفن وتم تأجيلها. نقابة الصحفيين اليمنيين طالبت بتشريح الجثة لمعرفة ما إن كان هناك أياد خفية تقف خلف حادثة الوفاة، فيما شددت على وجوب أن تكون الجهة التي تقوم بالتشريح لجنة دولية من الصليب الأحمر. إذن رحيل صعب القبول به أو التسليم، فقد كان محمد كثيرا كالمطر، وغيابه سيرسم الكثير من الحزن على أرواح أهله ومحبيه.